اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، لا فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى، سلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ ده حاجه بسيطه. تعالى. عندك حبان ومستكه؟ ايوه امال، عندي الحاجات دي كلها، دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي. الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الهي يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه من خربتي بحيره. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخيره. خير مقداري. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان، بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه؟ في؟ اهو موجود الحب هان اهي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكل. ايه؟ تعالى دوق اكلي. يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضو مغفل. انت يا ست انت لئيمه، انا عارف انت قصدك ايه بالظبط. يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضو اللي قليل الادب. ما تتلم يا رح خالتك. وخالتي ايه دخلها بالموضوع؟ الله، ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس عليك منين؟ انت كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا دي قله الادب دي؟ اه انا لا بصبصت لها ولا دوست على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومبا. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل الادب صحيح. العوام. اهلا يا ها، زحلقته؟ لا شغلته. يعني ايه؟ هو حتى نوعد في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يصمت في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يتلم فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في شغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرومبا؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه دي يا ست؟ بغليه واديه لابني عشان ينطق، اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك، ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا. يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا وليه؟ اجري روحي بلا هبل، يلا امشي، احنا بنربي هنا فران وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. يا الهي ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا وليه روحي. فاحنا بنربي فران وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت هي بره. دي وليها مجنونه بره. بتقول لي رجل عفريت بره. تاكل يا حسنين. ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار، مطلع ما يقص صح. الله، يعني جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حيفع في شغلانه ده. انت بتنفخ في ايه هتروع؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني، بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اخت زيي، هتنفخر بيا اخي النفخرة. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجان بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربية. يجرون العربية ايه يا بيت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده في بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتفز من هنا. قوم.
قومي كخاب، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوحه يا مراد خالي. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد، ساعة قاعد على نار. انا بقول لك اهو، قوم فيك انت اهو، قوم يا خالد كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط، لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر، قوطه قوطه. يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. يخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العض. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي وكده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجان. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره، وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. لا ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب. لا ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجره ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيله يا ولا، احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه، السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا. هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش. يا ترى ايه اللي اخره؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا؟ هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مالي؟ لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في سد الداهيه. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعبه، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاد شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ تفضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول وموصل لغايه موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الاجره يا فنديه.
طب نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعت الأجرة مضاعف. قال أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناد. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأوانطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أديني هنزل يا أخويا ما تسوق. أديني افتح لي الصخمطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي لك ناشا الشروكة بقى، ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدأ المية انت واللي يعرفك لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. قال هو بيشتهي بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، اصحى يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. ايه؟ مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا، لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انا نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 سي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله انشته. طب ما جهزتوش ليه؟ ان شاء الله، بس اما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذه، اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيه. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما اقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول دي يعني احنا في السجن احسن. بيعملوا ايه للولد ايه يا سي خليل يا حمار؟ الغبي يا حسسانين. عدم المؤاخذة الواد ده بيدوله شهادة. شهادة؟ شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. أنا مش فاهم. بيعملوا له وعاها أنتكة. أنتكة؟ أنتكة إيه؟ غزقعين هيأكلوا الشهد.
قزعين هيأكلوا شات الشمال بس، ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو حلو قوي يا سي خليل يا بهيم، يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن، اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه، ويبقى طاقه القدر اتفتحت لي. أنا حزور الست أم هاشم وسيدنا الحسين، وأتكل على الله أخذوا الحلزوني وأروح بلدنا. تروح؟ إيوه هروح. تروح؟ أصل أنا طول عمري فقري، وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح، يعني ما بحبش أنا مش عايز شهادات. أنا وأدخل الحمام زي خروجة يالا. يا جدع إحنا هنديلك لصنص مرة واحدة. يا سيدي أنا مش عايز، أنا فرحان إنني جاهل، أنا مش عايز شهادات. أدي اسمع كلامي يالا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقه رون بعدين، عارف مرقه رون؟ اسمع كلامي، محدش هيعرف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بلهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجل؟ هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم في داهيه. انا عايز رجلي، الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم في داهيه. بس يا جماعه هو اهلا سي جمعه، بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو انا عيال هنا؟ علقها؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا، ده انا دكتور، دكتور جمعه، و100 مره قلت محدش يتصرف من غيري، واذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسه تتمناني. في ايه يا استاذ؟ يا هموش، يا سيد هموش، خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضه يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هموش، انا ما بغيب، ما بغيبش كده انت، انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. طب خلاص خلاص، انت استسلمني بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. خلاص، انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية. أستاذ النماذج تقف قدامي كويس. اقف. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال هناك، تعالى لي. لف لي لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز، انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني شكله مش بطال كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق، يا نهار ازرق، يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ إذا كان 156 قطع رجل، أمال 2112 هتقطعوا لي إيه؟ هتقطعوا لي إيه؟ هتقطعوا لي إيه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش،
انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمة من غير اذية. هتدبحوني على البرد؟ لا هندبحك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. هو ده نظام ارحمه، ارحموا عزيز قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق، ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق، هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك عشرة. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكته دي. اخرس خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت تتكلم خالص. طيب حاضر. طيب طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحاتي يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خلاص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضاره واقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوه، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو، واد ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك. حتى بلاش لماضه، مفيش اسماء العمل. بوس الهي يا رب، ربنا يكرمكم. الهي يا رب، ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز؟ ما تجيب حاجه لله. الهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ فهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفتوا ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي! ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنيه. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبة يا روح امك. احنا ورانا مصاريف جامدة اوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير اوي. ايوه
عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير إدارة الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه. نهاية الأول انت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا تاخد لك نفس؟ لا اتعش عشو. بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر، احنا ناس حقانية منحبش تاكل حق حد ابدا. حقانية؟ خدهم قد كده على قلبك، كداي المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقة اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقة دي واديني مصري، انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنة بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبة انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجة الا الفلوس. خد الورقة دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجة ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. تلاتة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ الاما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ؟ مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه وعشرين قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله جرايات التهاني، مش شيب عشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه اللات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت ده باين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجي لك فين عشان ادي لك فلوس؟ يا ست بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟
شحات على باب السيدة؟ انت حاطة نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسة وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ قال ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علوة يعني؟ مثلا. انا ساكن في الرصيف نمرة 5. نعم. مصممة؟ جدا. انا هتغدى هنا بكرة. لا يا عم انا مجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافية. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكرة. طيب. بعيدة بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل.